أهلا بكم. وصفتنا اليوم هي مقبلات التفاحية. أفضل نوع تفاح ممكن نستخدمه لهذه النوعية من المقبلات هو التفاح الأخضر، لأن بيه حموضة، وهذا النوع من المقبلات لازم يكون حامض حلو. نقطع التفاح إلى مكعبات ونتخلص من البذور. نضيف التفاح بعد التقطيع بوعاء عميق، ونضيف عليه عصير نصف ليمونة حتى نحافظ على لون التفاح وتنطي حموضة للمقبلات. وإما نضيف عصير برتقال طبيعي أو نضيف بودرة عصير تانج حتى نضيف الطعم الحلو للمقبلات. ونضيف معانه ملعقة كوب شكر، لكن إذا استخدمنا بودرة عصير تانج ما نحتاج للشكر لأن أصلا هي بها شكر. ونخلط بسرعة مع هذه الإضافات حتى لا يتغير لون التفاح. نضيف على هاي الكمية من التفاح 4 ملاعق طعام مايونيز وملعقتين طعام لبن. بالمطاعم يضيفون المايونيز دون إضافة اللبن، بس أنا أفضل أضيف اللبن حتى أقلل من كمية المايونيز وتكون السلطة أخف، ويبقى إضافة اللبن اختياري بالنسبة لكم. وإذا تفضلوها تكون كريمية أكثر لازم تضيفون مايونيز أكثر، والأفضل تحضيره قبل التقديم بساعتين. وألف عافية.